اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. اكله ام النهارده والمنيو بتاعنا النهارده والغدا بتاعنا النهارده بنعمله بناء على رغبه حضراتكم من خلال التواصل على السوشيال ميديا والمتابعه والاتصالات الهاتفيه اللي بتتم من خلال تواصلنا من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. كثيرا عايزين يعرفوا طريقه عمل الفراخ الكريسبي او الدجاج الكريسبي، الحاجه المقرمشه المقليه زي بتاعه المحلات اللي بره دون ذكر اسماء، والاولاد بيحبوها بما ان احنا دخلنا على العام الدراسي الجديد. اتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبه والطالبات. عايزين نعمل لهم اكلات سريعه وبسيطه هم بيحبوها، ما نضيعش وقت، خش المطبخ نعمل فرخه وزنها كيلو ونص 2 كيلو حسب الحجم وحسب عدد افراد الاسره. هنعملها مقليه زي كريسبي بتفاصيل بسيطه هنشوف مع بعض. معايا طبق مكرونه عشقي، مكرونه بالجبنه والكريمه. لما نوفق ما بين جبنه موزاريلا مطاطيه وكريمه لباني مع مكرونه بنه مسلوقه بطريقه الشيف المغازي والتكنيك العالي من سلق المكرونه، هو سلق المكرونه فيه افتكاسه، فيه افتكاسه وفيه خبره، هنشوف الكلام ده في التفاصيل ان شاء الله. معانا نوع بطاطس النهارده، البطاطس لا مقليه ولا مشويه، اسمها بطاطا بخلطه الشيف المغازي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، هيحبوها الاطفال ويبقى فيها الزيت قليل لطيفه وجميله ولكن قيمتها الغذائيه عاليه بما فيها كربوهيدرات ونشويات، وده مفروض لاولادنا ومطلوب لاولادنا في المرحله الاولى من عمرهم. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بتسن السكينه ليه يا عم الشيف؟ لأن الفرخة اللطيفة الجميلة الحلوة النهاردة عايزين نقطعها تقريبا من 12 ل 16 قطعة، رقم زوجي ليس فردي، هنشوف مع بعض ازاي وتكفي العيلة واصحاب العيلة وحبايب العيلة. معانا فرخة وزنها بيعمل كيلو ونص تقريبا، وتقدر تتحكمي في الحجم حسب عدد أفراد الأسرة. معانا التوابل بتاعتنا توم بودر وبصل بودر، استخدامنا في الكريسبي يفضل التوم البودر والبصل البودر، علل ولماذا هنشوف التفاصيل دي واحنا شغالين. معانا توم، معانا عصرة ليمون، ملح وفلفل وشويه بابريكا وزيت للتحمير، ما تنسوش البقسماط معانا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي، والمقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشرة، ولكن هتعملي فراخ احسن من بتاعه بره مليون مره. حلوه دي، احسن من بتاعه بره مليون مره، جت معايا ازاي مش عارف. تعالوا نقطع الفرخه مع بعض، حلوه ده مهم جدا. أول حاجة تعالوا أعلمك إزاي تقطعي الفرخة بأحجام متساوية وفي نفس الوقت كمان بطريقة صح، دي البداية. سنتي السكينة يا أمي لازم تمسحيها كده مكان احتكاك المعادن ببعضيها. حلو، هناخد الفرخة الحلوة دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالي يا غالية. حلوة، كل حاجة فيكي هناكلها بإذن الله تعالى. شيل الطبق ده من هنا. مهم. وتعالوا مع بعض نشوف الفرخه دي تقطيعتها هتتم ازاي. نحط الطبق ده هنا كده عشان مخرجنا الجميل يجيبها كده حلوه. تمام، وادي الفرخه معايا. مشاكل الفراخ اللي بناكلها كريسبي او ماليه بيبقى ما بين مفاصل الدم، مفاصل العظام في دم، مفاصل العظام بيبقى فيه دم او فيه كتل دمويه، فانا لازم وانا بعمل الفراخ وبقطعها اشيل المكان اللي هو بيسبب الموضوع ده او اللي هو ما يستويش في تحمير الزيت. اول حاجه السلسله بتاعه الفرخ هشيلها، ادي الفرخه معانا، نبدا نشيلها من هنا كده في البدايه اهي، السكينه ماشيه لوحدها في قلب ظهر الفرخه. حلو، دي اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، شيلنا دي كده اهو، سهل جدا تشيله، والحاجه دي ما تترميش مع الجلده دي كده اهو، دي مهمه جدا. ليه يا عم الشيف؟ لان دي ملهاش عوزه ولا فيها لحم ولا فيها اي حاجه، ولكن فيها مرقه، فيها شوربه، تقدري تغليها في ميه بوكي جارنيه وتعملي صوص الدمجلاس او البيون او الشوربه اللي تعملي بها رز، تعملي بيها شوربه مشروب بالكريمه، زي شوربه شعريه، زي ما انت عايز. احنا بنخليها على جنب كده لغايه لما نحوش لنا خمس ست رقبات نبقى نستخدمهم بعد كده. حلو الكلام. هنيجي هنا للفرخه في النص، بنقطعها كده بسكينه حاميه وسكينه صغيره اللي هو بيسموه الكازلك، اخواننا الجزارين الجدعان كازلك. الكازلك ده بيكون عندك في المطبخ، تقطعي حته لحمه، تشفي حته لحمه، تقطعي فرخه، ده مطلوب. وتمسحي الميه اللي هي بتاعت نتيجه ان انا غسلت الفراخ او ان انا نقعت الفراخ في عصير حمضي، اللي هي الميه والليمون والخل. فرخه ما تتغسلش ونقعد ندعك فيها تحت الحنفيه ونغسلها بدقيق، ولا الفرخه بتتجمد عند الجزار،
بنعمل لها منقوع حمضي اللي هو الميه، محلول حمضي عباره عن ميه وليمون وملح. بتجيبي ليمونه تقطعها نصين وتعصريها وتخليها في الميه، برتقانه ونصين وتحطها في الميه، وشويه ملح وشويه خل، وتنقعي الفرخه فيها كده وتطلعيها. بس مجرد ما تقطعي الفراخ ما تغسليهاش، ده المفروض تبقى معانا بالشكل ده كده. اه هنبدا نقطعها كده عند الجناح مناب. كنت وانا صغير لما اعيط الجناح ده كان يخلينا يسكتني اهو. ما هي الحاجه مش هتديني صدر الفرخ، صدر الفرخ كان ده للحاج. هناخد الجلده دي كده مش عايزينها. حلو قوي. تقطيعة الفراخ مهمه جدا. البعض بيحب ان الفراخ تكون كريسبي ويحتفظ بالجلده بتاعه الفراخ اللي هو ده، لان الدهون هنا شويه زياده والبعض بيشيله. انت عايزه ايه دي بتاعتك، خلي بالك ده اختياري. انا شخصيا بحب الفراخ لما بتكون كريسبي، باكل الجلده دي تكون نظيفه ولطيفه وحلوه وبيبقى طعمها حلو. انا شخصيا بحبها عشان نبقى فاهمين، البعض مش بيحبها، فالاختيار ليك. حلو انك تشيليها يعني. امسك الفراخ كده اظبطها الحاجات اللي ملهاش لازمه، وابدا ان انا اقطع الفرخه دي. بقى ايه عايزاها كام، 16 قطعه ولا 12؟ عايزها كام يا مخرجنا، 16 ولا 12؟ 12. حاضر، رقم زوج. احنا كده اتنين منهم اهوت زي الفل. هنشيل دي من هنا عشان مش بحب الدم، وناخد سكينه بقى كبيره حلوه كده. حلو قوي، ده اكتر من 12. ربنا مبارك الحمد لله، سمي بسم الله وربنا يبارك. وادي دبوس. هي السكينه عارفه فين المفاصل بتقطع. ادي كده اتنين دبوس، ونيجي هنا كده. شفت انا بقطع بسكينه كبيره ليه؟ عشان الخبطه بتجيب كف ايدك كده على ظهر السكينه. حلو الكلام. وانت لازم مش عايزه بكف ايدك، ماشي يا ست الكل، هاتي ايدي لهون، ما عندكيش هون جيبي سكينه تانيه عندك. حلو الكلام. اه وانصحك لما تروحي للفرارج تجيبي الفراخ ما تقولولوش يقطعها لك، انت قطعها عندك في البيت. دي حاجه بسيطه، انا قطعتها معاك واحده واحده. نعد مع بعض مخرجنا الجميل. ادي الفرخه اللي احنا بنتهمها فرخه غاليه، الفرخه بكام، كل الكلام ده ما بيفرقش معايا. بيفرق معايا تبذيرك، التبذير، وازاي اكون وزيره اقتصاد في البيت، اعمل من الفرخه حفله. اهو معانا اتنين اربعه ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر. مرزة يا عم الشيف، لأن الصدر قطعته على إيه؟ على تلاتة، ممكن نقطعه على اتنين. أنا معايا اربعتاشر قطعة من الفرخ أهو، هتبلهم مع حضراتكم كده واحدة واحدة. نصيحة مني، الفراخ قطعناها كده ما تتغسلش. عندك مشكلة في الزفارة أو شم ريحة إن في زفارة، كل اللي هتعمليه هتجيبي ليمونة وبرتقانة وتمسكي الفرخه دي تعمليها في محلول حمضي بالليمون والبرتقال والملح والخل، وبعد كده تنشليها وتستخدميها. الفرخه معايا نظيفه وزي الفل، اشتغل فيها على طول. حلو الكلام. دي البدايه. اول حاجه هنحط توم. الام اللي كانت اتصلت الاسبوع اللي ماضي وعلت ازاي وحلفتني برسول الله وبرحمه امي وبالدنيا كلها والكلام الحلو اللي ادانا طاقه ايجابيه، طلبت مني الفراخ ديت، فانا بعملها لك دلوقتي يا امي. يا ريت نسمع منك تليفون ونسمع صوتك الجميل وان احنا قدرنا نرضيكي. الله يرضى عليك. معانا البابريكا، شوية كركم مفيد جدا للكبد، بهارات الحلوة اللي هي الناعمة دي اللي بتدي طعم، دي بتاعتك انت. بس الأكلة دي بتاعت الفرخة. حذاري، اسمعي بقى، ده قانون حذاري، واكتبي تحتها كده الشيف المغازي، انك تحط اي ماده دهنيه في تتبيله الفراخ الكريسبي. يعني ايدك ما تروحش على الزيت ولا الزبده ولا السمنه وتحطها في التتبيله. الف باء مطبخ ما ينفعش. حلو. ممكن تحط عصير ليمون، ممكن تحط معلقه خل زي ما انت عايزه. تحط زيت او زبده او سمنه هيعمل عمليه تفكيك للتخن
التوبنج بتاع التتبيله مش هيخليها تمسك فيها. حلو الكلام. اه احنا طبيعي لما بنحب بنعمل حلاوه المولد، وبمناسبه حلاوه المولد كل عام وحضراتكم بخير، بنقول لكل الامه الاسلاميه اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله كالعاده، وسنه ما تتقطعش يا رب، وكل سنه ما تتقطعش. بنعمل حلاوه المولد مع حضراتكم بطريقه سهله وبسيطه وفي متناول الجميع علشان ما تشتريهاش من بره. هي الفكره ان هي اسهل حاجه ان جوزك هو جاي يجيب علبه حلويات المولد من المحلات اللي بتبيع، في تنافس في الاسعار، في تنافس في الاشكال، في تنافس في الماتيريال، ولكن لما نعمل السمسميه والحمصيه في البيت دي بمليون حلو هتشتري من بره. هي دي الفكره كلها، انك تعملي كحك البيت في البيت، حلاوه المولد في البيت، والاولاد يشاركوكي، يعرف ان الحاجات دي بتتورث لاجيال ثم اجيال، والحاجه دي مزروعه جوانا. زي ما انا طلعت لقيت حلاوه المولد بتتباع وبتتعمل في البيت وهكذا. حطيت عصره ليمون على التتبيله، حلو الكلام، بس دي كفايه. ما تنسيش النشا قد ايه اشيب بالمعلقه اهو، عشان الشيب بيقول لك الشيب يحطه بالبركه وخلاص. معاكي واحده واحده. فاكره التوابل اللي انا حطيتها زي نعمين يا فندم. حلو. جالي السؤال من الكنترول دلوقتي، ينفع اسلق الفراخ نص؟ لا اسلقها نص سله لو الفراخ دي هتتقطع اكبر من كده. الفراخ دي انا مقطعها حتت صغيره بالشكل ده كده. هنعلمكم ازاي تحمروا الفراخ على مرتين وتبقى كريسبي. لازم الفراخ دي تتحمر على مرتين، انما لما بسلقها نص سلقه ما بتبقاش زي بتاعه المحلات اللي باكلها بره. المحلات التانيه ما بتسلقش الفراخ، بتتبلها وتعمل لها التوبنج بتاعها وتشيلها في عمليه تبريد، تطلع من التبريد تخش عمليه بخار تسويه وبعد كده تخش على الزيت. احنا هنعمل الكلام ده دلوقتي مع بعض. ادي النشا. اوعى تحط بيض كريسبي، الفراخ ما بياخدش بيض. حطيت عصره ليمون، همسك الفراخ كده بالشكل ده كده. حطيت بيض؟ لا. واسيبها في المنقوع ده او في الخليط ده كده. بالشكل ده كده. حلو الكلام. هتحتاج مني تاني للامانه شويه دي، وانا شغال واحده واحده. عيني المخرج ده بيقول لي عايز ادوق الفراخ دي بعد ما تخلصها. واضح انك انت عايز تتعلم مطبخ. شيل لك المكرونه دي حبيبي. ادي الفراخ بالشكل ده كده. زي الفل. نقلبها تاني واسيبها في الخليط ده عم الشيف لغايه لما نشوف التوبنج بتاعنا او الكريسبي او الطبقه الخارجيه اللي بتبقى موجوده على ظهر حته الفرخه. الواحد بياكل صوابعه وراها لما بيجيبها. الفراخ بالشكل ده كده، الفراخ بالشكل ده كده. حلو الكلام. ألف باء مطبخ. دايما حضراتكم متعودين مني استخدامي للثوم الباودر او البصل الباودر او الجنزبيل الباودر، الجنزبيل الباودر قليل جدا، بس في بعض الاكلات اللي هي الفاست فود الكريسبي سواء سمك سواء فراخ بنحتاج للثوم الباودر والبصل الباودر، ونختار المنتج الجيد اللي فيه تاريخ صلاحيه كويس من المكان الجيد. ده المفروض معانا اهوت الثوم الباودر والبصل الباودر بينزل على البقسماط. حلو الكلام. حلو الكلام. ايه الاضافات بتاعتك يا عم الشيف؟ النفس، شويه زعتر، شويه بابريكا، شويه كركم يخلوا الفراخ لونها ذهبي قبل ما تتحمر. ده زعتر. ويا سلام لو خدت شوف التركية اللي انا عاملها دي، يمكن اعتقد يعني حاجه بسيطه وسهله بس تفرق. فرمه الزعتر على كف ايدك كده قبل ما تحطيه، ده موضوع تاني. بيبقى بودر ناعم كده. هي شفت ازاي؟ هي دي. تفرق كتير على فكره. حلو الكلام. شويه كركم، شويه بابريكا، ما تحطيش لا كمون ولا كزبره. حلو الكلام. عشان ما تاخدناش على طاجن باميه. الفلفل. كيفيه تصنيع التوبنج الخارجي الكريسبي للفراخ. نفس المكونات دي على الشاشه، تفاصيلها باينه وموجوده. حلو الكلام. خدي مني بقى التركيه الصغيره دي باطراف ايدي كده. اللي انا بحطه ده قرنفل. شفت بقى؟ ده المزاج بقى. سنة قرنفل صغيرة كده، ما تكتريش منها. ونقلب الخليط ده كله مع بعضه. في طريقتين. يا إما تجيبي رقائق الذرة الهشة اللي هو الكورن فليكس، تجيبيه وتطحنيه ناعم تستخدميه، وده بيتباع منه جاهز وبيتباع منه سليم. يا إما تجيبي البقسماط اللي هي فتات الخبز اللي باقية عندك أو العيش اللي هو الفينو وتحمصها في الفرن وتطحنيها. دي بتاعتك. ايه الفرق بين الاثنين؟ اختياري. ده رقائق ذره وده طبعا ما طالع من القمح او طالع من الخبز او طالع من العيش الفينو. حلو. ده طعم وده طعم.
طيب ايهما افضل يا مغازي؟ لو عملت خليط ما بين الاثنين بيبقى لطيف وجميل. انا حطيت دلوقتي التركيبه اللي حضراتكم شفتوها دي، حلو الكلام، بزود منها عليها معلقه نشا في الخلطه دي، معلقه هرميه، هرميه يعني ايه؟ يعني المعلقه زي الهرم كده بس، خلاص. ونقلب دول مع بعض، وناخد الفراخ واحده واحده نحطها في الخلطه دي، وندخلها بعد كده نشيلها من الخلطه دي نحطها تبريد 30 دقيقه ساعه، ممكن تسيبها اسبوع لو انت مش هتستخدمها النهارده. اهو بالشكل ده كده نشيلها كده من الخلطه دي كده اهي، ونحطها هنا اهي. الدبوس اللي انا بحبه بنتخانق عليه، مين هياكل الدبوس بتاع الفرخ؟ الجناح اللي انا بموت فيه بنتخانق عليه. ما شاء الله الحله اتملت فراخ. وتدخل الخلطه ما بين الجلده وما بين الايه؟ اللحم بتاع الفرخه. بيسالوني في الكنترول دلوقتي، شيف مغازي، بنروح على المحلات بتاعه الفراخ دي بيسالونا عايزينها كريسبي، عايزينها سبايسي ولا مش سبايسي؟ السبايسي ده بيجي منين؟ حلو الكلام؟ ادفعوا كام بقى واجاوبوا على السؤال ده؟ فرخه ما فيهاش عظم. انا شلت المشكله اللي بتسبب مشاكل في تحمير الفراخ اللي هي السلسله. شلتها، خلصت منها. بقت معايا بالشكل ده كده. كده اطبطب عليها بس بعد ما اقلبهم بالتقليبه دي كده. هتقولي ليه قلبتهم ما تاخد واحده؟ بص بقى يا ست الكل، ما انا بكلم على كل حاجه اكيد وراها حاجه عشان ارحم ايديا من العجينه دي ما تمسكش في اطراف ايدي، فانا اغلفها كلها كده وابدا اشيل واحد واحد، يبقى شغلك كده على نضيف وايه وشغل روقان. حلو الكلام. بالمعلقه بدات بيها، شيل المعلقه على جنب ونبدا الحركه اللي عاملها دي مهمه جدا. حاضر يا غالي، بيقول لي جاوبنا على السؤال بتاع الايه؟ السبايسي. السبايسي دي ممكن نعمل الفرخه دي نصها سبايسي ونصها عادي. حلو الكلام. بتاخد نص الخلطه اللي انا عملتها في البدايه قبل ما احط فيها الفراخ، بحط عليها السبايسي. في ازايز شطه بتتباع كده عامله زي الكاتشب، بنجيبها او نجيب الكاتشب ونحط عليه شطه، بس ايهما افضل؟ نجيب الصلصه اللي هي الحاره. ما تستخدميش الشطه البودر، مشاكلها مع التكرار كتيره بتعمل لنا مشاكل في الهضم ومش لطيفه. انا دايما بحب الشطه اللي هي بتبقى سايله زي اللي عامله زي الكاتشب كده، وبتبقى لطيفه وجميله. تحط على نص الخلطه دي الشطه دي او السبايسي ده، وتبداي تتبلي الفراخ بالخلطه دي، وتحط الخلطه دي ما بين الجلده وما بين اللحمه، عشان كده لما بناكلها بره بنلاقي ما بين الجلده وما بين اللحمه لون بيميل للحمار كده شويه، هو ده اللون اللي احنا بنستخدمه. هبدا امسك دي كده واحده واحده، اشيل دول كده على جنب واعمل كده كده، واجي هنا كده، واجي هنا كده. في التفاصيل بقى، ما انا عايز ابيع بقى، عايز الولاد يشوفوا حته الفرخه زي ما بشكلها بره كده. الله الله عليك يا استاذ ريحه، تعالى اشتغلي مكاني بقى. تقول لي ممكن نحطها في الفريزر شويه؟ قلت في البدايه دي تتحط في التبريد مش اقل من نص ساعه في تبريد عالي. لو انا هقليها نص ساعه، لو انا مش هستخدمها النهارده بحطها لمده اسبوع 10 ايام مفيش مشكله، وده يفضل ما تقعدش في الفريزر كتير علشان دي ما فيهاش مواد حافظه. الحاجه اللي خلاها كده اسبوع باسبوع تبقى لطيفه وجميله. ده الجناح، بسم الله ما شاء الله بينافس الصدر اهو، شايفين كبر معايا ازاي؟ واحده واحده. خدت وقت مننا الفراخ؟ بس ده السؤال كتير جدا على السوشيال ميديا. الحركه اللي بايديا دي مهمه جدا على فكره. شفت بقى التوم البودر بيروح فين؟ شفت البصل البودر بيروح فين؟ شفت التتبيله اللي انا حطيتها على البقسماط بتروح فين؟ بتخش جوه النخاشيش اللي ايه؟ الفرخ. حلو. افتح كده، افتح الفرخه تدعي لي. طب اسمع دعوه حلوه اللي احنا ماشيين بيها، بنزين الحياه. دعوة حلوة من أم جميلة، من أم طيبة، من بنوتة حلوة، من أخت ربنا يديها الصحة. دي بنزين الحياة، أنا بسميها بنزين 95 كمان، لو في أعلى من كده ممكن. حلو الكلام. إيه هي بقى يا عم الشيف التركية دي بقى؟ هو ده
عايزه تحمري الفراخ دي دلوقتي حالا، ما عندكيش وقت تحطها في الديب فريزر ولا التجميد، تعملي اللي هقولك عليه. هتجيبي بخاخه الميه، عارفاه ليه بخ بقى ميه دي كده، ثلاثه تعريفه في المحلات بتاعه الادوات المنزليه، وتحطي فيها ميه بارده يعني ميه ساقعه، حلو الكلام، او تحطي فيها الميه وتحطها في الثلاجه او الديب فريزر يعني تبقى بارده شويه، وتحط على الميه دي يعني سنه ملح صغيره كده وتبهريها عشان ما تفسدش الطعم، بس ما تحطيش حاجه تعوق عمليه الرش يعني، ما تجيش عليك حتى روزماري وليمون وتقول الشيف قال حط، لا هي سنه ملح سنه فلفل صغيره كده، حلو الكلام يا امي. والفراخ دي تبخيها بالميه دي قبل ما تحمريها وتحطها في الزيت. لو انت هتحمري دلوقتي الصدر ده كبير على فكره، ممكن نقطع دي على اتنين، دي كبيره بس دي بتاعتي انا، شيلها لجوزك دي. والله الفرخه ممكن اقطعها على 16 مش 14 كده، دي على اتنين لاحظين ان هي كبيره، عامله زي صدر الديك الرومي. ليه بقى بقول لحضرتك ترشيها بالميه دي؟ لان انا هحمر على طول. طب الميه هنا فايدتها ايه؟ دايما بيقولوا لنا في الامثال الشعبيه رش الميه عداوه، مع المغازي رش الميه بقلاوه. يعني بيخليها ايه؟ تبقى بقلاوه زي البقلاوه كده مقرمشه. وبتحافظ على التوبنج اللي انا عامله ده ما يخلوش يسيب الفرخه وايه؟ وينزل في الزيت. شفت بقى التركايه البسيطه دي؟ لما بقول تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، هو ده اللي انا اقصده. رشه الميه دي مش عداوه، بقلاوه. ده لو انا هحمر دلوقتي. طب ليه ما رشهاش لما اطلعها من الديب فريزر او من التجميد؟ لان الديب فريزر او التجميد عمل عمليه تثبيت للتوبنج في حالة التجميد. الله عليك يا عم الشيف. أنا ممكن أعمل فراخ دي في 3 دقايق وخلصنا، بس لو أخش جوه التفاصيل التفاصيل ده مطلوب، وده الحمد لله اللي مخليه في مكانة كبيرة عند حضراتكم وفي قلوب حضراتكم والكلام الطيب اللي بنسمعه من حضراتكم. أهم حاجة التوبنج ده اللي أنا تبلته من البداية. ما شاء الله الطبق اتملى، في واحدة هنا شوف في حاجة، الحمد لله. سؤال بقى، الخلطة اللي أنا عملتها دي ينفع أرميها؟ تاخدها تحطها على الحوض أزعل منك وخصمك، ليه؟ ده تبذير اللي أنا بتكلم عليه، لازم تكون وزيرة اقتصاد في بيتك. الخلطة دي بقف بس لمدة دقيقتين أشيل الكلاكيع الصغيرة نتيجة التتبيلة وأنقيها كده، وإن أنا أحطها في منخل وأهزها أو في مصفى وتتعبى في كيسين أو في كيس وأشيلها في الديب فريزر، في الباب بتاع الديب فريزر. استخدمها في سمك، استخدمها في لحمه زي ما انا عايزه. خلي بالك اللي انا بقوله ده اهم من ده، عشان انا ده فيه فلوس، دي مكلفه خبره طاويه ومكلفه توابل. ايه اللي يحصل يا عم الشيف؟ بشيل الحاجات الكلاكيع الصغيره دي يا امي، واقسم المقدار ده على كيسين، عشان لما اطلع زي ما انا عايزه، واحطهم في الباب بتاع الديب فريزر، واكتب عليهم فكره الشيف المغازي، واخليهم وقت ما احب اعمل الفراخ دي اطلعها كده واستخدمها زي ما بستخدمها، ما تتشالش في الثلاجه، كلامه واضح اهو. تتشال في الديب فريزر لان دي فيها بكتيريا، تحطها في التلاجة هتبوظ، انا غير مسؤول، لازم في التبريد العالي اللي هو الفريزر. حلو الكلام. هناخد الفراخ ونخليها على جنب ونشوف ورانا ايه. بس خلاص هتبخها ميه يا شيف؟ هنبخها باذن الله تعالى، بس خلي التحمير ده بعدين على ما نشوف مع بعض الفراخ نحطها في قلب الزيت. يلا نقلي فراخ، يلا نحمر فراخ. دي هتاخد تحميرة أولى وبعدين تحميرة تانية كده، إيه زي الفل. خلي بالكم نزلت بمرحلة وننزل بمرحلة تانية تكون اتشمعت، ونسيبها في قلب الزيت. بس الزيت ده هنحتاج نزوده شوية. أوبا يلا بينا. وارفع ده كام يا فندم؟ فاضل قد إيه؟ تمام زي الفل، نعمة. الله عليك، حلوة. هديكي طبق مكرونة، هنحمر الفراخ كده وتسيبها الفراخ تتحمر. قالوا لي باقي لك 5 دقايق على الختام. هل 5 دقايق على الختام كفيلة في إن الفراخ تستوي؟ للأمانة لا. ليه؟ عشان نتكلم المصداقية والشفافية والصراحة، ده شعارنا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. للأمانة أنا هدي الفراخ دي لون وهطلعها، بس هي استوت؟ لا. عشان اللي بيتابعوني وبيشوفوني بيبقوا انا ايه صريح وواضح معاكم. دي عايزه لها في تحميره الزيت دي كده الاول
خمس دقايق زي ما انا شغال كده، بعدين بطلعها خمس دقايق تاني وانزلها في الزيت تاني خمس دقايق تاني. يا عم الشيف قول ايوه هو ده مهم جدا على فكره. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ هتعمل ايه يا شيف؟ تركايه كده. تعرفين الشيف بيحب الايه؟ يجود. ايه ده بقى؟ روزماري. الله 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 الله. اه الروزماري ده بقى خلي الزيت ريحته حلوه قوي. محمره فيه بطاطس قبل كده انس، محمره فيه حاجه تانية يعني، بطاطس، معجنات، سمك. لا اوعى تكون محمره سمك وتقلي فراخ، ازعل منك. زيت اخلي عندك برطمان كده او حله لزيت السمك لما تحمري سمك او جمبري، تكتبي عليها زيت سمك او زيت جمبري. ربنا يزيدك يا امي. اه الله على الفراخ. اه استوت والله، مرزه يا عم الشيف. اه العود الروزماري ده خلانا اشم ريحه حلوه ونقف جنب الزيت. ما عندكيش روزماري حط ريحان، ما عندكيش ريحان حط نعناع. شفت الحته الفرخه طالعه عامله ازاي؟ بص بص بص، شوف الجمال، شوف الجمال، بص الحلاوه. ايه الحلاوه دي؟ بص شفت اللون. اهو الدبوس اهو، تحب الدبوس اهو. الله شفت عم قرمش ازاي؟ شوف الطبقه الخارجيه التوبنج ازاي؟ اهو اهو. نطلع الفراخ، نطلع الفراخ بس بيها تنزل زيتها خالص في الرواق. ماشي. ممكن تلاقي الروزماري ده غالي شويه بس ادينا وجوده في المطبخ مهم جدا، بيدي طاقه ايجابيه في المطبخ. شفت حتى انا خدت الروزماري اللي في الزيت عملت بيه برزنتيشن للطبق. حلو كده يا عم. نعد ليه؟ ما هم نزلوا في الزيت قدامك وطلعوا، محدش خد منهم حاجه. هتلاقيهم 14 وزادوا محبه كمان. اه انا بحب الدبوس بصراحه والجناح في الفراخ دي كلها. بحب الدبوس اهو، خليه هنا كده عشان ما نساوش، والجناح. ألف أنا وشيفة للي ياكل. يا فندم أنا ما حطيتش بيض، راجع الحلقة خالص. اتثبتت إزاي؟ بعون الله الخلطة ثبتت أهي. ولا جبت سيرة للبيض خالص في التتبيلة. هناخد الطبق ده كده، اللهم صل على النبي، ونحطه هنا. حلقتنا النهارده بساطة سهولة مرونة. ما قدرناش نعمل البطاطس عشان المصداقية والشفافية دي شعارنا على شاشة القناة الأولى والتلفزيون المصري. احنا هنعملها مع بعض بكرة. احنا بكرة إن شاء الله بكرة في سمك، بس هعمل نوع البطاطس ده إضافي لحضراتكم عشان الأولاد بيحبوا دايما البطاطس مع المكرونة بالوايت صوص. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.